هل يعقل انه 20 شاحنه لو احنا وزعنا على 2 مليون و100 نسمه شو بيطلع نصيب كل واحد منهم؟ بدنا نفترض جدلا انه هدول ال 20 شاحنه نوزعين على الكل، مين هو الكل اللي بده ياخذ؟ انه هذه يعني نقطه في بحر ولا تسوي ولا تساوي اي شيء، احنا ما بدنا يعني سمعني بالحلبة خشنه عشان يقولوا لنا مساعدات، انتوا بتوروا العالم انه احنا انتوا تبعتوا لنا مساعدات 20 شاحنه، 20 شاحنه عباره عن غاز او مواد غذائيه او محروقات او على اي شغله، شو بده يكفي ال 20 شاحنه؟ 20 شاحنه ولا شيء، انتوا قاعدين بتضروا فينا الرماد في العيون، هذا ما بكفي. الحاجات الضرورية يجب أن تدخل آجلاً أم عاجلاً. نحن شعب لا نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء. نحن شعب من حقه أن يعيش في الحياة زي كما تعيش باقي شعوب الدنيا. نحن لم نفعل أي شيء سوى أن كنا مواطنين فلسطينيين فقط. فلماذا أنتم يعني تضردون الرماد في العيون وتضحكون على الشعب أنه بتخش مساعدات؟ أنا أوجه نداء إلى كل الدول العربية والأجنبية صاحبة الضمير الحي، ابعتوا مساعدات لأهل غزة، وإن لم تبعتوا مساعدات لأهل غزة فنحن سنباد جميعا أمام عيونكم، ونحن جاهزون للإبادة ولن نستسلم. الذي سنيتكم، نحن في أمس الحاجة أن نعرف ما بيستطعكم أن تعملون. نحن ننتظر وبفارغ الصبر 15 يوما من العناء والتشريد والهجرة من بيوتنا، هدمت بيوتنا، قتلوا أطفالنا، أبادت مستشفياتنا. ماذا تنظرون أيها العرب؟ اصحوا من نومكم.